هكذا يبدو المشهد لطفلة راقدة في مستشفى الحسين التعليمي في السماوة بعد تعطيل منظومة التبريد الخاصة بالمستشفى رغم تأكيدات رئيس الوزراء في زيارته الأخيرة للمحافظة بتقديم أفضل الخدمات لا سيما الصحية منها الطفلة هذه تكفلت بتجسيد حجم المعاناة للراقدين بهذا المكان مع موجات الحر اللهبة التي زادت من أوجاعها بعد خروجها من عملية جراحية ليضطر أهلها لإخراجها بعد وقت قصير من رقودها هربا من هذا الواقع المرير. احنا يوم اللي صار عندنا حالة مرضية دخلنا المستشفى حالنا حال الناس عندنا مستشفى عام بالسماوة مستشفى الحسين التعليمي عام هذا رئيسي هو الوحيد بالسماوة طب وين تفاجئنا؟ احنا بسنة 2023 مستشفى السماوة التعليمي تبريد ماكو زين لحد هاي اللحظة يا البارحة الناس تتلوح حر شو لا حكومه محليه اخذت بقرار رئيس الوزراء كامش الناس كلها كامش المهفه وتهفي الكرتونه المقدسه اصبحت بالسماوه ما عندهم اي انسانيه يعني مجرد طلعت الطفله من العمليات يقول يجيب جيب انت على ما تصعد وعلى ما تنزل يعني السرير راد لك في الساعه المفروض يعني يخصصون لهذا الشيء كسديه كعربانه كشيء ثاني شيء من طلعت انا طلعتها بنتي شايلتها من الطابق الرابع لحد ما نزلت يعني للشارع لما طلعنا ولاهميه هذا الموضوع حملنا تساؤلات كثير من الاهالي لنضعها على طاوله صحه المثنى لكشف اسباب توقف هذه المنظومه التي اكدت انها مستمره في معالجه الخلل بعد تنسيق مشترك مع وزاره الصحه خلال الايام القادمه باعتبار مستشفى قديمه من منذ تاسيسها لم يتم صيانه التبريد بشكل صحيح المشكله قديمه تحتاج الى تخصيصات ماليه تم ارسال فريق هندسي وتم الكشف على منظومه التبريد تم تحديد اماكن الضعف وتم رصد مبالغ انيه وان شاء الله الايام القادمه نلاحظ اكو تحسن ووفق تأكيدات الجهات الصحية أن هذه المشكلة قديمة وليست بجديدة في هذا المستشفى الحكومي الوحيد في المثنى يبقى أهالي المحافظة ما بين سندان المرض ومطرقة الإهمال الحكومي التي يراها مراقبون خطة للانتفاع الشخصي ليتوجه المرضى نحو المستشفيات الأهلية دون مراعاة لظروفهم المعيشية من المثنى نجم الحميد الفلوجه الفضائيه